ميديكال سنتر للمرة الثانية نظمت كوميونيتي تيدي بير كلينيك. هاي الكلينيك اللي بتهدف انه تخفف الستريس والانكزايتي عند الاولاد. مشان هيك عزمنا 500 ولد من المدارس، طلبنا منهم يجوا مع تيدي بير تبعهم. هاي الاولاد اعمارهم بتتراوح بين 4 و5 و6 سنين، مرقوا على ميديكال ستاند. كل ستاند كان بيهدف انه يعطي انفورميشن للولد من كل شيء ديبارتمنتس بالمستشفى، منهم هي ديبارتمنت الاكس راي، لابوراتوري، كل شيء فيزيكال اسسمنت، كيف بيعمل الحكيم فحصه مع الاولاد، الفارماسي ديبارتمنت، الدايتري، وعلمناهم على الفاكسينيشن، واخر شيء علمناهم اشياء ادوكاسيون سبورتيف، رقصناهم زومبا واعطيناهم سيرتيفيكت بتدل على انه تيدي بير تبعهم هيلثي وهن كمان. الأولاد كتير انبسطوا، يعني اكسبيرينس جديدة لألهم وخلتهم ما بقى يخافوا من الدكتورز. تانكيو لألكم، جران جران مرسي للبلفيو. كانت اكتيفيتي كتير حلوة، كان في ستاندات كتير حلوة كتير انتريسان للولاد، سيرتو انه الولاد اللي كان عندهم فوبي على كم شغلة ما بقى عندهم الفوبي راحت. حبوا كتير، بسطوا كتير، كان فان وان ميم تان انه انتريسان وانتلكتويل وكولتوريل. مرسي بوكو من الكوليج اليزي، كان جريت. بونجور، احنا جايين من الكوليج اليزي مع الدودو تبعنا تنتعلم منه. ما في شيء بيخوف، البكر ما بتخوف، الفاكسه ما بتخوف، ما في شيء بيخوف. مرسي بلفي، اي لاف يو.